ميلادك المنطقة السعودية مستمرة في اتخاذ كل إجراءات رازية لمواجهة هذه الجائحة والحد من آثارها. مستعينة بالله تعالى ما لديها من إمكانيات. وزارة الصحة نظام كان رائع وسهل جدا، سهولة الوصول للخدمة الاكسسبيليتي كانت سهلة خالص، النظام ما قبل التطعيم وأثناء التطعيم وبعد التطعيم الخطوات رائعة وجبارة من زملائنا في صحة حفر الباطة. أشهد أن الوضع والنظام كان في غاية الجمال. أبعثوا لي رسالة على تليفوني الخاص وحددوا حتى موقع المكان، وجيت الناس قابلتني كويس جدا وخدت الطعم والحمد لله رب العالمين. والحمد لله الخدمات ممتازة جدا جدا، ونشكر المملكة العربية السعودية لاهتمامها بالمواطن والمقيم على حد سواء، وإن شاء الله دوم الصحة لكل المواطنين والمقيمين المملكة العربية السعودية. تلقيت الجرعة بسهولة ويسر، وتلقيت معاملة حسنة واهتمام بالغ من أول دخولي المركز اللقاح حتى الحمد لله خروجي. الله يعز دولتنا ويعز المعازيم ويعز سلمان بن عبد العزيز ولي عهده، وهذا فضل من الله ثم منهم الذي حافظين على شعبهم وحافظين على سمعتهم بين الناس.